استقبل وزير الطيران المدني محمد منار سفير بولندا لدى مصر ميهاوا بيندا حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. وتناول اللقاء سبل تنشيط الحركه الجويه بين البلدين والتي تشهد تطورا كبيرا خاصه بعد استئناف تشغيل الشركه الوطنيه البولنديه رحلاتها من مطار وارسو الى مطار القاهره الدولي الاسبوع الماضي بعد توقف دام تسع سنوات. فضلا عن تشغيل شركات بولنديه اخرى رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيستا الى مطاري الغردقه ومطروح